حبيبي عمر. بدي اقول لك بس انه بيك هلا طلع من اوضه العمليات. الدكتور قال انه العمليه كانت كثير منيحه الحمد لله. هلا عم يرتاح. بس على كل حال انا برجع بحكيك لحتى تقدر تحكي انت شي كلمتين. كثير بحب يسمع صوتك حبيبي حتى لو لخمس دقائق. هاي ماركو كمان. Would you like something to drink? Water please. Please sit down. You said you're from Spain. How long have you been in London? Maybe 1 month. Mm. Are you enjoying the city? Let's go inside. No, leave those on. I like socks. You like London. It's a great city to get lost in. Is this okay? Mm. Where in Spain are you from? Barcelona. Barcelona, huh? I like Barcelona. بس العلمك الاسبان لفظوها برثالونا مش برشلونة.
انت بتحكي عربي؟ ايه انا لبناني. It's okay. انت شو؟ سوري؟ ما لبناني؟ انا سوري من الشام. وبصراحة اسمي مو ماركو، أحمد. عمر اسم أبي. عمر من وين بلبنان؟ بليز رجع تسطح، خليني أكمل لك المساج. متأسف إنه انصدمت، بس ماني مصدق إنك تحكي عربي. صار لي حوالي 8 أشهر ما حكيت عربي، يمكن من وقت كاليه آخر الصيفية الماضية. كاليه يعني مثل المخيم؟ ايه أنا جيت من هنيك، ركبت على حاويت شحن. أنت بتعرف كيف نظامهم، بزتوك بهالديتنشن سنتر مثل الكلب. احتجزوني شي 8 أشهر وبعدين زتوني إنه يلا الله معك. بس الحمد لله موعدي مع الهوم اوفيس الاسبوع الجاي. بليز خليك، اللي ما بيعطوك مصاري او سبورت او شيء. عن جد ما بتعرف كيف نظامهم، ما بيطلعوك ليكونوا حاضرين يتعاملوا بملفك، بعدين بيعطوك 30 باوند بالاسبوع والله معك. المهم هذا هو السيستم، الحمد لله احسن من بلا، بس مضطر دبر حالي فصرت ماركو. عادي، كلها وظيفة مو بطالة، وبتعرف على ناس. انت شاطر بالمساج؟ اكيد شاطر وقاري كبير. تعرف عن جد بعدني ما مصدق انك تحكي عربي، ذكرتني بالشام، مثل كأنه الله جابني على باب بيتك الليلة. ليك إذا بدك تجيب سيرة الله، صار بدك كمان جوينت. حاطت عليها سماء كثير طيبة، مثل ما بنعملها بالبيت. عن جد شكرا. كلها بايتين. سهران معك الليلة، مهموم وسارح بخيالي. ما كنت ملاحظ لحالي. الغنية كانت كل مهال بآخر صيفية اللي ببيروت. يمكن صار لي 10 أو 11 سنة مش سامعها. غريب.
جربت سنين طويلة ما قدرت نشيلك من بالي. برشلونة بيقول إنه إسباني، ما في ولا شخص إسباني بيقول برشلونة. كيف قلت اللي أولى؟ برثلونة؟ سي برثلونة أحسن. طيب قل لهم إنك سوري لكين، شو فيها؟ قل لهم إني سوري. مجنون أنت، مستحيل. في منهم يمكن حيخافوا إذا بتقلهم، أو حتى يزعلوا عليك. في منهم أأملهم يفكروك بشي مختلف، مو إنسان. Not good for business. عندك بيرسينج؟ عملتها بتركيا بس اضطريت شيلها. ليش؟ بلا ما نحكي بهالمواضيع. شو هلا ما بدك تحكي؟ عم نام بجامع بوايت شابل، مو مناسبة لون. ليش هاني؟ يعني مشاكلك شخص ريليجيوس. انت قديش صار لك هون يا استاذ ريليجيوس؟ 10 سنين. يعني معك الباسبور؟ أكيد أخدته سنة الماضي. مبروك. صار فيك تروح وين ما بدك بالعالم. أهلك هون؟ بلبنان. ما بتزورهم؟ لا ما بدي وجع راس. شو هو وجع الراس؟ أهلك ولا البلد؟ الاثنين. تعرف أنا عم بصير كتير اشتاق للشام، عم اشتاق لأغرب الشغلات. تعرف مثل شو؟ ريحة المازوت. كانت ريحة المازوت توجع لي راسي، هلأ إذا اصطفت ماشي بالشارع وشميتها بيجي لأبكي. عندك عيلة هون؟ لا، أمي وأبي كبار بالعمر ما بيتحملوا الدنقي من تركيا، بس الحمد لله هني مناح. حصير أبعث لهم مصاري، ما عندهم حدا غيري هلأ. كان في أختي، بس المهم ما عندهم حدا غيري. وبطريقة ما عندهم يعني بقى. أكيد فهمانين ليش تركت. بعرف فهمانين. أصلاً هن اللي قالوا لي روحوا كل شي بيزبط إن شاء الله. أهم شيء الموعد مع الهوم أوفيس الأسبوع الجاي يمشي تمام. ولي أغلط لي بشي معلومة سخيفة، هذا اللي بعد ناقص. وبعدين بلاقي لي شغل وبيت وبجيب لأهلي هوم بالجو، بلا دنقي بلا حويد شحن بلا بطيخ مبسمر.
بس أوقات عقلي بيصير بيفكر بأشياء ما أقدر أتحكم فيها. فرضاً لو صار شيء وأنا هون، بيي مريض، مو شيء خطير يعني، معه سكري، بس كمان بقلق. شو لو صار شيء أخطر؟ أنا علقان وما قادر سافر، ورائي مع الهوم أوفيس، شو بعمل وقتها؟ بتفرج على أبي عم بيموت على السكايب. أوقات بتجيني هواجس وبحس كأنه قلبي حينفجر، كأني ما قادر أتنفس. بس كل شي حيزبط، أنا متأكد إنه كل شي حيزبط. مثل ما الله جابني على باب بيتك الليلة، واحد عربي وبيحكي عربي واسمه مثل اسم أبي. You took the other cash, right? Look, this is double the amount we agreed. انت مفكرني شخص سيء لاني عم بشتغل هيك او لا؟ لا ابدا. طيب ارجع اتسطح وخليني كمل لك المساج. جد مش ضروري، بس بليز خذ المصاري. خليني اقول لك شيء، الحياة بهالمدينة مش رح تكون هينة. هالمدينة مش منيحة للأشخاص مثلك. Take the money, Marco. Hi, Mama. Hi. My name is Marco. I'm from Barcelona. Barcelona. Love.